تعالوا النهارده نعمل حاجه جامده جدا جدا بالتوينكز. فالناس بقى اللي بتحب التوينكز تركز معايا النهارده، هتجيب توينكز وهتجيب ايس كريم. المفروض انا كنت عايز اجيب فانيلا بس ما لقيتش، فجبت يعني شوكولاته، فعادي يعني مفيش اي مشكله يعني. هتجيب التوينكز صح كده، ده ب 2 جنيه في اي حته، فانت هات واحده توينكز وتجيبها وتقطعها حتت صغيره جدا، هتقطعها مثلا كده وهتبقى اخر حته كلها، طعمه جامد قوي قوي. وبعد كده هتجيب الخلاط الصغير ده، ده موجود على صفحة اسمها بلوتو او اسمها فابريكا ومليهم كذا اسم يعني، بيتباع دلوقتي ب 109 جنيه عشان بلاك فرايداي والكلام ده، فهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، روح الحقه هينفعك جدا جدا. افتحه كده، حط فيه اول حاجة توينكز، تمام 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 جدا. واقوم بقى ايه فاتح الايس كريم دي، ايس كريم عادي ب 5 جنيه، لقيت في حاجة ارخص تمام عشان في حاجات ب 3 والكلام ده، بس ما لقيتهاش يعني ساعتها. بتتفتح ازاي بقى دي؟ تمام. ايه ده يا ابني، انت عاق يا ابني ولا ايه يا ابني؟ احنا المفروض في الشتاء يا ابني، يعني المفروض تبقى اجمد من كده، ده منهار خالص. وانا والله برضو ايس كريم برضو منهار زيك والله. طيب تمام، هتبطط بقى ده كده شويه، تجيب بقى الايس كريم تحط كده ايه حبه كده منه. انا حاسس ان المشروب ده هيبقى عظمه جدا جدا. يا ابني مالك يا ابني، منهار كده ليه يا ابني؟ مالك، ده منهار خالص، ده مش ايس كريم. طب هل بقى ده طعمه اصلا حلو ولا وحش بقى؟ 8 من 10. بعد كده تحط ميه، وبعد كده تحط لبن، او لو انت عايز طبعا تضيف طبعا بدل الميه لبن، تمام. بس انا حطيت ميه علشان هجيب لبن دلوقتي بودره واحطه. فين بقى هو اللبن البودره؟ انا مش عارف. وها هو اللبن البودره، ده لبن بجيبه سايب جامد جدا جدا يعني من العطار والكلام ده، بيبقى هات الغالي لان الرخيص ده بيبقى طعمه وحش جدا جدا. ده الكيلو ب 80 جنيه، هات لك كده ربع والكلام ده هينفعك يعني. حط لي مثلا منه 3 معالق. طبعا انت عندك تمام، مش عندك حط بدل الميه لبن، فعادي جدا. بس انا بتكلم عشان نعمل حاجه اقتصاديه يعني جامده مثلا، تمام جدا جدا. ونقفل بقى العظمه دي ونسمع احلى صوت في الدنيا. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا، مركز كل حاجه، مركز كل حاجه. الطلاب ده عامل زي الجامعه، الخلاط ده بيخلط الحاجات كده فتافيت مفتفته، والجامعه بتعمل فينا في الامتحانات طلاب فتافيت مفتفته برضو. حاسس انا حاسس ان هو عايز يضاف ميه سيكه شويه، اضيف حبه ميه كده شويه، تمام. حلو قوي قوي كده، ده بقى شكله. هتسيبه بقى على جنب الكوبايه بتاعتك الفاضيه. وده بقى ايه طبعا عشان انا مش مستغني عن الخلاط بصراحه يعني، ولا مستغني عن خلاط امي، ولا مستغني عن اي اصلا حياتي في البيت اصلا عموما. فانا جبت شويه ثلج وكسرتهم في شويه كيس كده عادي يعني، فبقى ثلج متكسر كده يعني، وهبدا احطهم بقى هنا. تمام، بوظ الدنيا، بوظ الدنيا ووقع الثلج في الارض. عادي يا صاحبي، احنا تعودنا، اقسم بالله تعودنا. تمام، ده بقى شكله الدنيا كلها هنا بقت عندي ثلج، انا بقيت دلوقتي قاعد في الاسكيمو خلاص. تمام، ده كده بقى ثلج. نفتح بقى العظمه دي، انا حاسس بقى ايه ان الدنيا كلها دلوقتي هتقع عليا، هتقوم بقى صابط بقى العظمه دي بقى هنا. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا، اكادو من فرط الجمال. تمام، ده بقى شكله. ندوق بقى ونشوف العظمة والحلاوة. يا الله، عايز اجيب لك طعمه عامل زي ايه. استنى نعمل تجربة تانية. عارف الكيكه اللي مامتك بتعملها كده وتسيب لك كده حبه كده في الاخر كده تاكلهم في الصينيه؟ مش الكيكه المستويه، لا، الكيكه اللي هي بتبقى العاديه قبل ما تحطها في الفرن، فانت بتاخد حبه كده وتاكلهم. ده طعمه بالظبط. طبعا لو انت طبعا ما جربتش ده فانت فايتك نص عمرك، وبيبقى طعمه جامد جدا جدا. لا جامد جدا جدا جدا، وطعم التوينكيز باين فيه قوي قوي. ولكن انا حاسس ان انا لو كنت استخدمت ايس كريم فانيلا هيبقى طعمه في حته تانية خالص خالص يعني. فلو انت عايزني اجرب التوينكز بايس كريم الفانيلا، لايك وشير بقى، وقول لي تحت في الكومنت عشان نعمل سلسله ثانيه، او سلسله ثانيه ايه، جزء ثاني بيه بقى هو بالتوينكز وايس كريم الفانيلا. طبعا لو بتسال طبعا على الكيرلي اللي في شعري ده عامله ازاي والكلام ده، انا عملت انا ستوري مفصله جدا جدا سايبها لك في الانستجرام هنا، روح كده اتفرج عليها، سايبها لك هنا في انستجرام ستوريز مثبته يعني، تروح تتفرج عليها وشارح الموضوع بتفصيل جدا جدا. طبعا برده لينك الخلاط برده هسيب لك برده تحت في الديسكربشن، جامد جدا جدا، انصحك تجربه واديله 9.5 من 10. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، اكتب تحت في الكومنت دوس يا كوتش وتقول لي عايز اجرب ايه على ايه، وعايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. بيكو هنقدر، احنا عدينا دلوقتي ال 30,000. شكرا جدا جدا. في الوقت المناسب هعمل لكم جيف اواي جامده جدا جدا، بس في الوقت المناسب. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.